يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيث مثلا درسنا بفضل الله وبرحمته على عنوان التدين الشعائري، أين يجاني يعني باش روح هذا الموضوع يجي باش أثيد نخدم بفضل الله وبرحمته يولى الموضوع البسيط المتواضع، ولكن يسعانا زي أطاس أثيق المجتمع ذا العقل سؤثي تسترم على خطر ايجين اد ما كدني اي نير دي صوت يعني باش نخدم الموضوع ايجين ذين نسوالين داخل المجتمعنا، ماشي كان المجتمعنا المجتمعات الاسلاميه عامه الازدواجيه ضوين كي نخدم انا نتظل مره نتزوم نتحجو ولكن نتزكي ولكن نخدم الفعايل نظن ونهارا انا في ايمانا نذكر الوالدين انا في منا نسعى الشحال ديال الجيران انا في منا ونخدم راه ازاي التعاليم غادي يبوي الاسلام يتسمى الشعائر الدين نخدم مثل مره نسعى الشغل منا في اللسان ولكن دي الموضوع من المعاملات نخدم ما يناقض تعاليم الاسلام اذا انشتاقي الى قاعد نزر باللي وذي هاي ثلا أي خطر ذا فهم ونفهم لنا الدين ونظر لنا شي من خدم الشعائر الدين كما يثمثن مريد العبد يخدم الشعائر الدين فظليت زكاة الصوم الحج ولكن المعاملات أما يقرس للوالدينيس يقرس للجيرانيس يقرس للأقارب يقرس ذي العفة ما يقرب ما يفعل ويعسر العبد ذي مانيس وقيم قرن التدين الشعائري ما دين التدين الشعائري المعنى نس ذي العبد في خدم المشيط سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الدين صغور سيدي ربي ولكن تدين ذين الله نكفوس العبد نخدم من الشعائر ولكن المعاملات الأستنقاء أزاي أنشتاقين إلى قاذا ناقي بلين يسعى سنة الفوائد ثقين قريث ميح ميح إديو فرار ثم جواروث أذي ظر الإنسان ولا الذي ينسيم وأن العبد يعني وأن القرض ذرى الإسلام أتصد يظهر بلين الممارسة تمثيقين إذا رذق ست الإسلام أما ذي الكتاب أما ذي الغيش أما ذي عقوق الوالدين أما سوء الجوار أما البعيد السرقة أما دخل في الوعد أما جميع الممارسات يقول الإسلام ولكن إذا رذق ست الإسلام أكا باش يظهر الإسلام بريء كل البراءة ذي شوية والنقطة الثانية في السنة النظام باش يظهر العبد يخدم شوية إلى قاذي ثوب غير سيدي ربي سيد ربي سبحانه وتعالى ثبورة التوبة ينس دائما في الليل يقرد وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إنسان أذي ثوب غير سيدي ربي أذي وخر في الفعالة أذي ندمان دمنام قرحان في شوية وذي أذي عهد ربور عوذة يغي غير وين أكني إخدمك وماذا قال إلا الحق حق العفظ إلا قد استير أما اضطيافا أما ذي مانا أين يفغي قوث إلا أذي الطهري مانيس إقارز دول شتاقي أيث مثلا أنشيني دكان الكارثة يقين أن شوية كيقوز مرانا العفظ أذي نكار أي قال لا تنسعيش كل لسا لا تنسعيش الجيران وتسمي عيلان ذي القحاشة إلا من رحم ربي المؤمنين دائما لله العفظ التصل العفظ ذيك تعساني من سن غفل شتاقي دائما الاستثناءات دائما تسيد ولكن دثل الكثرة ندرى دفن مساكيت ويقين أدل الجيران يقعدين أدل وثمثن يقعدين وغين الغشين داخل المساجد وسعي لنا العلاقات العين تسمي يروين ذقو قرسل نند بعض الأئمة داخل المساجد المساجد ينذ مرة مصفح لي غشي القوس العدن تشارب تسمي يروين ذقو قرسل أين ويتولني ونكسي ماني وبدات ذيني يعني يخدم لك باش تخمو البحث في النقطة في النقطة ولا العبد يروح دغار ريمس يعرف ذني أرينشي من داخل اللاش جيد تسمى قاية كذيس يفكي سفوسيش باش ذي مسلم يدس يجي سفوسيش أكني ويوخر في اللاس خزاف كان مثلا يعتذ يرزغ الغوص باش ذي مسلم يدس أم يذقال يوخر في اللاس من بعد إميس يغثم وثي وينا يوناك نيوخر ركني ولا أدي تكسرك وقرويس ذي السجود ذاكين انا ذاكين ذاكين الكارثه الى قال الانسان هذا يزر تقول شتاكين امشي يعني ذاكين انزر باللي ونزر ماشي فيها ديك كاسي ديال ربي ديالنا هذا اللي فكره فيه باش اللي الركوع السجود هذه فكره فيه باش اللي الحج 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 نروح لقمر بكاد نوغي
فاش تعطي ديفكا يفكا خذ لي مكارم الاخلاق باش نشعلوا العلاقه العايده خير المجتمع العلاقه فيه الهان نشعلوا العلاقه يحب سيدي ربي فاش تجي في ديفكا سيدي ربي الدين الرسول صلى الله عليه وسلم فاش في ديت وبعث العله الوحيده ما في ديت وبعث باش هذا غير ربي يقرض انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق اذا الانسان ابي زرب لي شاعر الدين يفكا خذ سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى باش هذا نشعل ربي باش نشعلوا الاخلاق العايده يرغ يا عباده من كني كاين ديننا الاسلام نحمد سيدي ربي نشكر في كي سيدي اقلا في بلاد الاسلام اقلا في مجتمع المسلم ولكن وتسيق ترى هذه الممارسه تمثيلين وذي عايز ترى هذه مرتقين شيء الاسلام الدين سيدي ربي الوحيد يقرض ان الدين عند الله الاسلام يقرض ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين يند ولاد يا وين الدين ماشي الاسلام يند استقبل ربي يند ذي اخر هذه من الخاسرين اشي من الدين ذي الاخره غير من الخاسرين والدين الذي الدنيا على خطر الدنيا سنخسر أنا ونخسر الدنيا أتنخسر كامل أما الطالح الصالح أما الفاجر الفاسق أما المؤمن أتنخسر كامل ولكن الخاسرين وغد وإنك خسرني يا خارفينش قلنا الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين أكيد يقال سيدي ربي قواليس إذن الإسلام يفكي يخفي سيدي ربي باش يزرع الرحمة ذقويون باش يزرع ثقمات ذقويون باش يزرع ثذوكين ذقويون باش يزرع الحمالة ذقويون إنما المؤمنون إخوة إذن قال سيدي ربي المؤمنين ذات مثل يقرد لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وتسمن ضرح حشو ماذا قال تحمي غيرك هين تحمل إيمانك إذا وقين ذي الإسلام كما يثمثل ماشي ما نخدم شعائر الدين نخدم بلك نشوية الغشيق الصلوات نسن دائما دي المساجد دائما صلاة الجماعة نصفض حج ذا شحالي فردا نصفض يخد العمرة ذا شحالي فردا نصفض يتصوصون ماشي كان ذي شهر رمضان نرنو النوافيل ولكن دي الممارسة تصفض يذكر الوالدينيس أتصفض الجيران يسوي عدي ريسين أتصفض يخدم الغش ذي السلعة أتصفض يخدم البعيد نصر بيجي مؤمنين يتخيف في واد أتصفض الكثير أتصفض ماشي ديوث تمسات ماشي تسنافي شوية داخل المجتمع أنا يونيز مرة التنكر خطر سوالي تسوال النغ ولكن دور سمي جينيا إلا قال عقيب اللي يوم رأى تسيدي ربيهم باش أنا مرس المعروفة أنه هنا في المنكر ذي دور سجينيا خطر تعالج كل درس يعالج آفة من آفات المجتمع طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إذا كان سيدي ربي الإسلام باش أنا اللي السعداء باش أنا نسعوا العلاقة العين القوارنا باش باش هذا السيدي غذله هنا غير اللي غتهني غير مالك وتهني الغيرني كاين كل سيدي ربي سبحانه وتعالى كيدي قال هو وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره عندي قال تفكير ذي الشفاء الدواء ذي الدين الشفاء الدواء ما ديني الشفاء غادي يروح يحييك ما ديني ذا الرحمه ابي تؤدي تسرى يحييك كان الرحمه اودي تسرى يحييك كيدي قال محمد متولي الشعراوي عليه رحمه الله كي مثلا إذن أنا أقي ويجين الدروس للمواعظ يجلق دائما أدل هالدر في اللسة في المعاملات في الدين المعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم دخل دين المعاملة ماشي تظليت غير سرنا الدين على سيدي ربي مش أنا تظليت أشق في سيدي ربي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته إن صلحت صلح عمله وإن فسدت فسد عمله ماذا قلت صحة تظليتك كل شيء يصحى ماذا قلت فسد تظليتك كل شيء يفسد ولكن مكاثرة صحة تظليتني لك ماشي ذا الركوع السجود واحد لا سنات السن الأمور يسن أفع ديت تظليتك ماذا قلت صحة أتظل ذا مكني يظل النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال صلوا كما رأيتموني أصلي إذن إذا قلت سمزور في سنة النظام إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مثل هيك تظليتك في الفحشاء والمنكر تقرز ممكن أنها تظليتك في الفحشاء والمنكر وتعدر تظليتك يقال صلى الله عليه وسلم من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له كان ممكن أنها تظليتك في الفحشاء والمنكر أنا عقب اللي ذا شو تظليتين الزول أي مثل أكثر من 70% ذي القرآن الكريم أدي قرأ في المعاملات أم كرث عامل أثتعامل يكشد الوالديني يكشد الجيراني يكشد ذي العامل اللي ذا خدمه أم كرث هدر أم كرث سمقيض أم كرث صغيمة أم كرث ستشر أم كرث قنض أم كرث سنكرض أد يكشمغ ذي التفاصيل التفاصيل مرة أكوى يكشمغ الدين أم كرث نخدم ويجري كان الإسلام ذي الركوع السجود باش نزر كان أنا عفذ لكم التظليث واحد اسم بعد تظليث خلاص بعد العيشة افعل ما تشاء لا ديننا ماشي غفية جنيه فصلت زكاة الصوم الشائر الدين باش نذكر سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى وأقم الصلاة لذكري إنما جعل الطواف ورجم الجماع لإقامة ذكر الله إذ قال صلى الله عليه وسلم شائر الدين باش نذكر سيدي ربي وما نذكر سيدي ربي أفيد نذكر ذي الفعاين إغد يوم ركني ندخل من السن
وذي الفعيل دينا وخلص وخلص إلى قدس نوخر ذا شذن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. إذن خزر كان يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى الفعيل العلي مرة لنكس دخيقي كامل يقر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ثلاثة مرة الفعيل الشر مرة كل نكس دخيقي. أين فيغ ديومر أثيد المكثين أذى نخدم أين فيغ دينها أثيد المكثين أذى سنوخر الإسلام النغ ذاقي يقول لا يثمثل ما نروح ذاقي ما نروح ذي المعاملات نزالنا نقيم ونساء دير سيدي ربي أدن دغر غور سورة باش أدن وضح يعني أدن وضح ثلاثة خطر ننت بلي الإسلام شعائر الدين ذي الوسيلة الوسيلة سيتا مويان مويا الواش غادي تساوي يتساوي غير يوث الغايه والغايه نسمى كارم الاخلاق فظليت الزكاه والصوم ذي الحج اذا ثاوي باش نسعو تصرف كاع العاين يغرق الخلق سيدي ربي خاطر سيدي ربي غادي للنظام غير العيفه ذي نس ماذا قلنا نقول غير زر ونعاد الى رن كيديك ماذا قلنا داك الشيء تصعد الشغل كيسا الشغل نزالنا نقيم اي نبغوا نخدم ام كان نعدر سيدي ربي بس الاثنين دواس الخميس فتحت ثبورا الجنة ثمانية ثبورا الجنة ولكن ما راهو ترسيني ينسي ملك ساعة المشاحنة تقول جالس أسين إن ذيرا هذين حتى يصطلحا تخو يجين أذي عفون كين سيمن ولكن سيني ساعة كن شحنة سيني ويا أسمع فرون جو جالس أنا ده يقصد مثال مثل ولاش ترى تخرت سينا في الله أكيد كان يتمثل. إذن الصلاة فظلت ذي الوسيلة الغيين سدشوت تنهى عن الفحشاء والمنكر ذي الوسيلة باش تصوض أتوخر ذي الفحشاء ذي المنكر نسى تركي دين هون خطر أدم كثير سيدي ربي الزكاة يثمثل ذي الوسيلة الوسيلة دين الوسيلة ستا مويا الوشي غير ثوضه أكث الزيز ذي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها باش أكث الزيز ذي أتزيز ذي المالينك أكث الزيز شخصيينك الصيام ذي الوسيلة وإلا لا ذي الغاية كان خطر أخزر كنت ورم أذشوا الغاية نصن الصيام الصيام ذي التقوى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أخزر كان التقوى أتقوض سيدي ربي وتخمض الفعيل العي غير كذي الخلق سيدي ربي أتعرض سيدي ربي الحق وتسعود العلاقة في العي المعاملة لهن غير كذي الخلق من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ماذا قلت شثو خردارا خزر كان أين لنك غير كذي الخلق مثو خردارا الشهادة الزور وثو خردارا الكذب وثو خردارا الغيبة وثو خردارا النميمة وثو خردارا إلمي الحانث وثو خردارا النظرة للسوء البقرة غير الحرم ماذا قلت وثو خردارا بيقين وشتو قارن معنا سيدي ربي ما فقم ذي راس ذي السبحان ماذا قلت ذي عشان الحج وش مثلا ديفك سيدي ربي ذي الوسيلة باش نذكر سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف ورجم الجمار لإقامة ذكر له خزك الطوف ضد الكعبة رجم الجمار وفي رواية قرو السعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله باش تذكر سيدي ربي باش تذكر في دمكثير وما في دمكثير أثي دمكثير وين دي الذي يحيى يخميث وين دي الذي حرم بعدس وين دي لند المعاملة غيرك ذي الخلق إذا الخلق سيدي ربي كان دائما أنا عقية كي الشعائر الدين ذي الوسيلة والغاية ينسد الأخلاق ولكن ماذا قلت تفسد الغاية تفسد الوسيلة ماذا قلنا خزر كان ماذا قلنا يعدي قرف الصيام ذي التقوى لعلكم تتقون ولكن ماذا قلنا وثل ذرى من المتقين وثق الذرى ربيا وثق الذرى وثق الذرى المعاملة كذلك ذي الخلق رمضان يكوي روح خلاص إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولكن ماذا خدم الفحشاء ذي المنكر الصلاة إنك تروح فروح الغاية فروح الوسيلة كان ذي نشتاقين فين كوني ذي العصر ما غير نتعيش نتعيش نزرع نتسمقي الشائر الشائر الدين نتسمقي لثند الغاية متزلغ ولاش نيجي ولاش تنسي متنيه متزلغ ويش تنسي متنيه ميت حوت جغض غان خلاص سي البلافون سي البلافون لا يا اخي لا يا اخي افخم الوسيله غير افخم الوسيله ولكن الغايه غاني ذات اني ذات لا ترى ترفض الوالدين انك لا ترى ترفض الجيران انك تصدق الفقير المسكين لا ترى ترفض الاعمال الخير لا ترى الزوار القدوه للاسوه المجتمع بين العايه سوى استقال ديبان الاسلامي المسلم انيوا ودينا راه وين يخدم الشعائر الديني للمسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده ويقر من سلم المسلمون من لسانه ويده وفي روايه قال من سلم الناس اما دين سيمن اما ماشي دين سيمن اسل من دك فوسيك اسل من دك فوسيك كيف مثلا وقي دين سيم سبحان الله ونوهم انا نقويكين اصلا اصلا قار يعني بلين ماذا قلنا نخدم نتزال نتصوصو نحوج انا عديسي الباب الواسع غير سيدي ربي لا اتصاك دي في الدين دي العيفات دي خصي منيك مرة اك دي الوالدينيك دي الجيرانيك دي العيفات مرة بالك اتشفقدك دينيك مرة اك ونهضر ديجا دي الدروس السابقة بلين الانسان يجمال يغايد المفلس ايو غايد المفلس ايو غايد المفلس
الرسول صلى الله عليه وسلم قال تدرون من المفلس؟ قال الناس يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع لا المفلس ماشي دون سعى رخام للدار لدواء وينك أصفذي الزول أصفذي الزام أصفذي الزكان أصفذي حوج أصفذي خدمك كن يكشم دي النوافي المرة ولكن وقيع ولكن الذي قال السيد ربي الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ما يوظر دينا أصفذ وقيع وثيث وقيع وكريث وقيع خذعيث وقيع سكد في اللس وقيع تشذل الأمانة وقيع أن بعد فيعطي هذا من حسناته ويعطي هذا من حسناته ويعطي هذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أعطي من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار أثناء خلص مرة الحسنة تنس فظل تنس تروح الزكاة تنس يروح الحج تنس يروح الزكاة الصيام تنس يروح أتسمى قرض ذي العباد ما تمتع عند الصيام منك أتسمى قرض ذي الجنة ثم الصيام منك يسريحون الصيام الحج منك يسريحون الصدقات منك يسريحون أخطر الظلمة تنضي الدوني فغيف التنضي الدوني أثناء تخلصت لو كانت حرشة تخلصت دي الدوني دي الدوني ثاس انترضي لكن اكتشيس نكني ولكن تجيطنا يما ذي خرف دينا أثناء تخلصت لدوفيز لخرف ذي الحسنات خلص في الظل فيك حاجة ماذا قلنا آخر عمل صالح يدخل من مرة كدينين غيث مثلا إذن شاعر الدين فظليث الزكاة الصوم الحج إفرضت تيد رب الخالق سبحانه وتعالى لإقامة ذكر الله باش تذكر سيد رب الخالق سبحانه وتعالى أدن دمكانك المثال خطر تظليث تظليث إذ القمة من الشعائر القمة من الشعائر الزكاة ماذا قلنا يسعى للعبد المال ويتزكى الصيام ماذا قلنا يسعى للعبد المرض كرونيك ويتزوم الحج ماذا قلنا يسعى للعبد المال ويسعى للصحة ويتحجر ولكن تظليث لا تسقط فظليث أتظلت سيف دين مزمر أتظلت سيف دين أتظلت سيغيم مزمر أتظلت سيغيم أتظلت سيغس مزمر أتظلت سيغس أتظلت سوالنيك مزمر أتظلت سوالنيك أتظلت سويك أكس فرق على تظليث حاشا ما يفغر روحني أكا إذن خزر تيث مثلا سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى أمكاني إدي فرض في اللغة الشاقين على خطر خمسة إبردان آدنس ذكر سيد ربي مثل كرت خمدية الحاجة دي قدروا خلني تظليت واد ذكرت سيد ربي أتسو خرض مرة أكو إوين يوهي كامي كان إذن أشي دي كانوا فخيخ وينين شوية دي المجتمعنا ونزميرا لا تفضل أهث ذي الوقت جين لك ذي الجمعة لأنو ذيك ذكر الورد ينسن وتسمي عين ريسن وتسمي عين ريسن ترى روح عند الجمعة الظلن يقول لي يوني إن دار أربورتابل نمي غير يرجتي النمر واثنو أي يرجتي إن دار ميسروس النمر ويسين أرادو مكي ديارا قالو إن دنيا سعوه ذاكور عاودة نفر الصوتي وغرغوك أكا والأمثلة الذي ثيقين ماشي ذي الأمثلة الذي ثيقين ماشي ذي نفرون ذي المسجد المركز ذي ثيجي وزيو المسجد النظر ذاقي الولاية الولاية النوغن سين داخل المسجد النوغن ما أنش تجي ونجمير هذا ونجمير هذا ننكر ونجمير هذا روي الغفيان يقصي تصطاف فوس ربي تصطاف ونده ثرويض واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يون ووي وين دينار بي وين دينار في صلى الله عليه وسلم فرط في روعك ازكى لكن فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا تجين لا مفر امام الله سيد ربي قوي ليش كي قاري مثلا يقرد هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها خزرت كان ان خلقكم يديقها وخلقكم ذي العماره القايجي ومن نخزر العمارة القان ذا شو مين قال العمارة ذا الإصلاح ذا السلاح على الخدمات لما تخم ذا العمارة تخم ذا السلاح وما تخم ذا السلاح تخم ذا السلاح العلم تخم ذا السلاح موسنية أكاكي أن درد هو ذا العلم يساعد تخم ذا السياح أثي داويض غير وين كن دي خيقنا القاعة وين كن دي خيقنا كشيني باش هذا تستعمر ويقصنا الصنعة أكثر من الصانع يونس يسنا وين دخل الصناعة وذن سكن يسنا إذن أنت جينا رسيد يا ربي نتشغل ديفكان القرآن الكريم وديفكان السنة النبوية الشريفة يغطي ديفكان خطرين دينا الرسول صلى الله عليه وسلم نتشستي دينان وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إذن الكتاب السنة ذوقين إذ المنهج ذوقين إذ القادي سري الحو العفد دونيث إملغ دمشير أمشار أنا هذار أمشار أنا تنفيس أمشار أنا شيء مثلاً أمشار أنا قيم أمشار أنا تعامل ذي خامن النقد الجيل النقد مرة أكذ أدنى التفاصيل مرة ينيغد كامل ولكن أمشي يغدي خذ مخلق يغدي خيق سبحانه وتعالى إفكي يغد فضل الزكاة الصوم الحج بشثي دن المكثير وما دن المكثير أنا غير الكودنيس ما نقول القدن نس يملغ دم كان تعامل ذي الوالد النغ أم كان تعامل ذي الجيران النغ أم كان تعامل ذي العباد السن ذي العباد من السن أما ذي الخدمة أما ذي ثكرين أما ذي أكد ذي مرة يملغ ذي كامل إذن ماذا قلنا نروح ذي الغاية الوسيلة أن يتروحها إلى قناعة كي أنت تذكر سيدي ربي ماذا كشاوين وتسيع على ذاس أنت تذكر سيدي ربي وين يضر الجيرانيس يتشان ذريس الجيرانيس أو أنت تذكر سيدي ربي أو وين يتشان اليمانة أنت تذكر سيدي ربي أو وين يتشان الحرام يتشان أيضا الفقراء ذو المساكين غين ذي كفوسك ثشطان
خطر أثم قيظار وين درث فوق ثمسلتك وكتشف غار وين العيون ولا شو قلت ثني حرام بكا إذن وين ذكر سيد ربي إذ كرثيد وقيد يحياي وقيد حرام وقاش قال افعل وقاش قال لا تفعل افعل ولا تفعل نسخدي من القدم كان يحب كان يجد مثلا ذي قفي دي قارش سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وأقيم الصلاة لذكري هو خطر النت تزاليف وذفير سمرا نقص شعائر الدين لا الزكاة الصوم الحج كبير ولكن الصلاة سجع عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين إذن وجد المثال الأعلى أرد ندم ذي الشعائر الدين كان وأقم الصلاة لذكري سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى خزر كيف مثلا دي قر وأقم الصلاة وأقم الصلاة ما نخزر أقم الصلاة ودي ناس صلوين أقم الصلاة باش أسنفك ذي الركوع ذي السجود أسنفك وخاصة أسنفك الخشوع أنظر بلي سيدي ربي سبحانه وتعالى إقلان الزاثنة أنسع الخشوع أروخ ناق سبحانه وتعالى أدي قال وأقم الصلاة إيو أشي من سيدي ربي إلاد وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فظليت أكيد نهوها في الفحشاء والمنكر أدي لاني فرد من الودي حقيقة تسمح الدقس ودي حقيقة تسجر خطر ماذا قلت مكثب اللي سيدي ربي يوم ركيد إنك صبر وإن تصبر وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ذي حقيقة أكدي سمير أكدي سمير ذي كل ثبور ثذا أكدي سمير وتما قيرا كان الحاجة نتجرك نيا إذا تجرك ذي حقيقة وتما قيرا كل جهة نيا الشيطان تسينا كان أكدي تولي ذي نكن تجرك ولكن ماذا قلت الشيطان ثو خرد ذمك في الله ثو خرد ذمك في الله ثم قدر وين دليلا أتصور ذي سمارك سيدي ربي ذي كل الخير سمارك ذي كجينا ماذا قلنا ذيك الشينا تبعت شويه طني كان تبعت اكيد جرت نفسي ثنيني كجينا واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر الرسول صلى الله عليه وسلم يناد من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاه له ماذا قالوا كي تنهى تظلي فيك غفل الفحشاء والمنكر وتزور كجيت مثلا تنسي حرام نسي يمانات نسي الديب نسغشو نسترشاوي نسير الفقراء المساكين انا انقل ولدي النار أنا اين نسل ذين مجمل لو اثق في الخطريات مثلا وشويه وثن طويض مره في ندير حنا كغال المساجد اتظلن مره ويجي ما يخدم من كاين مره المخالفه تجي كامل اتنتفضوا الزوار بلاك ديال الصفه الزوار ديال المسجد المسجد لو حكى ليون المسجد لقيو الداريه تدا فكاين يعني تمشطح داك ديال الولايه من بعد نوفات مازالوش اللي ثلاثه بورث اكن نسقسر او يرد او يثار التساروس بغي يفرض يونا نفصل المسجد المسجد كزا ايمي دي فانيس غرو ركيت غرو كلا التساروس ينا دلا ماشي غرو ينا دال جار كينو غير فلا ازمر سي داويض ينا دون شملا عران كيدس وتشملا عين راه مهاجرا دسنين درسنين درسنين وتشملا عين راه الحيض غير في الحيض توشل تقال توشل تقال وتشملا عين راه تقول غرسن ولكن دي صلاه ميد قضى الجمعه المصلي الله يبارك ما شاء الله قام دسيني سند الصفه مزوار ودي المسجد اروح ندي مزوران ندي اتزوران غير المسجد اذن ونزرى راه شي مين تزلى نجعل الدين نغذ الغايه شعائر الدين ديال الغايه انسان ذو الوسيله اكي سيوض باش تصور بيض تصعود المكان سيدي ربي ديما يفكتي بشري اللي رصح داخل المجتمع كان سبحان الله كان يتمثل ديننا الذي يعقب للدين المعاملة رخص فيه مثلنا الرسول شبيح صلى الله عليه وسلم كان ديقا الذي أمكي ديننا إنك المسلم أني وغيد المسلم ماشي وين يتزلنا يتزومنا يزكانا يحج ويجي الوسيلة تخدم أي نسي ما تزلل أتزكي تزوم هذا الحجة ولكن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إنسيم ذوين جسيمن ينسي من جلسيس أكد فوسيس المؤمن نوى المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم المؤمن ذوينك نغر من الغش في ذا من السن غفل أموال السن يقرض إن سيدي ربي قرض إنما المؤمنون إخوة إن المؤمنين ذات مثل أكان الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم والمؤمن أخو المؤمن إنسيم ذي ماشي إنسيم المؤمن أخو المؤمن وقيني ذي الإسلام يتمثل يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وين راه ياكل ويتيكرا ولا غي خال ويتيكرا ويتيكرا الغورنا كان سيدي ربي قال ولا يغتب بعضكم بعضا اهدر رفق ما كاينش شي اين ندير اتهضر فلاس اين ندير فيه يقرد وقولوا للناس حسنا هضر اين العالي هضر تنسلي العالي الذي قال سيدي ربي قويس وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن هضر الى سني العبادي ود هضر اتشوف غنسلي العالي يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم من اعتذر اليه اخوه فلم يقبل لم يرد علي الحوض وركز جين يدو دراكان يدو دراكان وقفي في بداية الدرس إذ كان فوسيس إيه ماشين سيم دير جمع يعتذر غرورس هذا شيء الغلط طبعا إلى إجرسيس ولكن يضيف اسمع في كيس فوسيس يقيف قرويس أعرض عنه ويعلق فوسيس ينفسكن غزاشة دي قال صلى الله عليه وسلم من اعتذر إليه أخوه فلم يقبل
لم يرد علي الحوض إن دوينك نرى يعتذر نرى مسين سيموس يقبل لنا إغربا تسمح وستقبل لنا أورك سينغوي تسينغ ألا ديقار صلي تغف النبي وشبيح صلى الله عليه وسلم أتا أوري سين النبي ورثي سين النبي صلى الله عليه وسلم يقرد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وتصمن دارا وتشكمير الإيمانيك حشو ما تحمر ذي الغريك إن تحمر ذي إيمانيك أتا باش أنشتاقيني من ناد الدرساقين بفضل الله وبرحمته سنة النقطة أساسيتان يوث العبدون الذي نسيهم سيقرر بلين الممارسات الغير الشرعية المخالفة الإسلام الثدينان بريء كل البراء الإسلام ديس والنقطة في سنة نظام كل مسلم يخدمنا كاقين أدي ثوف غير سيدي ربي وقبل ذي فديحة كاقين سيدي ربي قبليس الذي قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وتسميو تشتال المال أموال ننقو ولا ونحشم ذي قلس الطوبة والخطر خزرتم كالذي تكمل وقذي سورة النساء الذي قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصله نار وكان ذلك على الله يسير إن دون قتال أمنون ونائن غنمانيس الجهل ما فيش أكا ولكن قدرة الخالق الحكمة إنش البالغة يشملون سنة الآيتين أه وتسميو تشتري المال ونقولون ويند ونقفر غيمان ونخطر جهنا ما لكل شيء إفغا غديني أتصن الآيات كما كان القرآن الكريم سلحكمة نسيت الشملال وين يتشان أموال الناس بالباطل غيمان ستان سويسي كان الوجيان إذ دين الغيث مثلا سيد ربين وشبيح الذي قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلى إياه بالوالدين إحسان سدوا سيد ربين ذو الوالدين عسيمانيك في الناس الذي قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أكبر الكبائر أكبر الكبائر ذا شفت انظر إنس بلا يا رسول الله إنس الشرك بالله وعقوق الوالدين ألا وشهادة الزور الشرك بالله ما خمضش الشرك سيد ربي وركت قبيرا عقوق الوالدين إن أكد شهادة الزور كان يجد مثلا خزرت وقيني الإسلام الذي قال سيد ربي قبليس من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره واليوم نصر باليوم الآخر أدخم الحسن إلى جارينس واليوم نصر باليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت هذه ظلم سليل عينا غدا ذي طفيميس كان يجد مثلا يقرض والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن لا وقي يا رسول الله أنا وقي أرن مننا قد خاب وخسر إنيس من لا يؤمن جاره بوائقه ونكن إقوذان الجارينس ولكن يقتادون الجارينس أريومينارا ولكن الجارينس تفضي تفتع بوتاج دي لكم شامس كينا سيقوثيو ذاران السنان ذا في يدو واجين أندري سيدي آية المنافق ثلاث المنافق تزرد جهنم البعيد إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار آية المنافق ثلاث ما يهضر ذا ذي شكدم ماذا قل يوعد أذي خالف ماذا قل يو ثم نطفل ما لنا ذي خان ماذا جيرس لما لنا سيدش نغتي ضقع ماذا قل جيرس الفضل نغتي السفق واجي خزر ثيث مثلا واجي البعيد عن جربي جي ممني دشون إكسارة جون فافيس ونخد مالا العنصرية العنصرية ذي حرام وذجزرة ذخن المجتمع ذين شيمن إنما المؤمنون إخوة ولك غسوا إلا ران غسل إلا ران شيم مذغلوا إلا ران شيم ذي كمك من آدم خذ مسين العاية رفذيث عيونيث سكنة الرحمة للإسلام ما يحميك ربنا ذي شهدي وسلا إلى إن محمد رسول الله غفو فوزيه الرسول صلى الله عليه وسلم كدينا ماذا قال ماذا قال يوم يهذت سيدر لأن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم ما يهذت سيدر بيون فوفسيك خير قوان سيدي شرقي تجحش ماذا قال يغيه ولكن ثا عنصري ثو خدمارة ثا عنصري أما ذي الولاية غال ولاية النظن والجزرة ذث مثل دين النغي وانت مورث النغيوث إذن ذث مثل الله إنما المؤمنون إخوة ذي ثدر غرثيض لا تجوز ذي الفاميلة غرثيض وبقفو ثرا وانت فعلا أين خدم للمجرمين إيقعدان يعدن عدن المجرمين كل يوم الذي يقول غل أروينك نيك خدمك نيك الذي هو قيد ذرو من فلان وقيد ذرو من فلان من بعد غصت سعيش من جنوم كان وركي سنحسب ظفر أني غار غورس ويجين أكل العبادة سن مرات شو حرق خزرت شدي قار وش بيح صلى الله عليه وسلم يغديف كرحمة للعالمين الذي يسمي للولونا من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم وين ريذ عند دعوى الجاهلية العنصرية يندوى من جثي جهنم ننسى رسول الله وإن صلى وصام غسي الظل غسي وصام إنس وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم غسي الظل غسي وصام غسي دعيما نسدين سيب الجهنم غرثي جن أخطر ذا عنصري كان إنما المؤمنون إخوة سيدي ربيون نفين غازيز صلى الله عليه وسلم الدين الإسلاميون ثمرتنا يوث إنما المؤمنون إخوة إنسيم ديف غوي لذي ماي أكام رسول الشبيح صلى الله عليه وسلم دي قرص خير الناس من ينتفع به الناس الخيار ذي العفاذ وينك نسيستن فعنك الغشي أحب الأعمال إلا الله
أحب الأعمال إلى الله أنا وذا شو الأعمال يحب سيدي ربي وديو ديرا الشعائر الدين فظليت زكاة الصوم ذي الحج خطر وقيد الوسيلة يدرى غد الغاية الغاية يديو درس لوبجيكتيف تظليت لوبجيكتيف الزكاة لوبجيكتيف لوبجيكتيف الصيام لوبجيكتيف الحج إيا غد يدر إينا دو السرور لهنا الشرها استكشمر أرول نهي ما كينش يب ما يغلي دلهم في اللاس هذا تعاونه ماذا قل لي سعى الطيفة هذا تعاونه ماذا قل لي يلوز أستكشد ياس أثنين أحب الأعمال إدينا وش في حنا فين صلى الله عليه وسلم ولكن ماذا قال تفسد الغاية تفسد الغاية تفسد الوسيلة الدليل الواضح حيث مثلا خزرت كان أمكن يقار صلى الله عليه وسلم ننس يا رسول الله ننس اللي يتم غارث يتم غارث تزوم ذي قواس تصلى ذي قواس صوامة قوامة طول عام 12 شهر تصف تزوم ذي قواس عام 12 شهر تصف تصلى ذي قواس ننس ولكن تسادوا الجيران اللي سالي السيرسيس وتسادوا الجيران أشي أمكن دينا الناس إنها في النار الناس الجهنم يتيجه سبحان الله خرف وزام يروح خرج دعم رش مرة نصف رمضان خرف دعم رش مرة تزاليت الجذوذ قال رامي كرنا كوي ضارنيش ولكن أوي تعديرا كل شيء بطيء أي خطر تصوم ثروح حس الغاية ثم تفاجئ تسد الجيرانيس خطر تجعل الصلاة الصيام نيس تجعل إذن الغاية تسد الوسيلة إذن تجعل باش أتخذ من الخير الجيرانيس ولكن للأسف الغاية نيس فسديس تسد الجيرانيس والوسيلة نيس ثروح حس تكجنا إذن أيث مثلا أنا عقيب اللي سيدي ربي أغدي سدر أغدي قار بلي أغدي قار باش أنخدم الخير داخل المجتمع الدين المعاملة سيدي ربي غادي قار دي القرآن الكريم أنا قارت سورة الفاتحة أكثر من 17 برذن دي الصلوات المفروضة فقط أن قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أثيد سدر خزرت كانت مثلا ما كنت الصيغان الغائبة أثيد سدر إن دلاها إن دقل الزيتوني اللي خاطب ثيد ذا خاطب من بعد أسنقر أياك نعبد وإياك نستعين أنه الدرس ضمير المخاطب السيدي ربي أياك نعبد وإياك نستعين اهدينا الصراط المستقيم ولكن ذاقي النقطة يجينا نجبد درسنا بفضل الله وبرحمته أشي لك استخدم سيدي ربي النون الجماعة ذا قد يستخدمها ودي يستخدمها لهمزة البفر البشر يظهر بمفرده أشيني أياك أعبد وإياك أستعين اهديني الصراط المستقيم هل ترى مقفوية الظل في ميدة ذاك مقبول ثرى ثرى الظل إذني خطر أناني وجي أناني حرام دي الإسلام إلى أدنى إياك نعبد نون الجماعة من كل يوم ذه درية مثل سين سيمن لعفذك واحد كسيد ربي يسكس على استعانة سيد ربي هذو يقدروا فينا المستقيم ونعمة الهداية ولش نعمة شيء وجر نعمة إذا رسول صلى الله عليه وسلم شعل الأدعية يفذا اللهم اهديني في من هديت نعمة الهداية ولكن ثمن نظر الهداية ينسي من مرام كل يوم دقنا يتمنى الهداية ينسي من كامل سنون نون أجين نون الجماعة تجين نون الرحمة نون الوحدة نون الأخوة باش أذغ ديار سيد ربي ذات مثل إنما المؤمنون إخوة الله قال صلى الله عليه وسلم هذا قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وتحمي ويتسمى لا يؤمن يقول كما يرى الإيمان ينسى حاجة ما تحمي ذي الغريك هاي نتحمي رض إيماني ذو قيني ذي الإسلام تقيني الصلاة تقيني الزكاة تقيني الصوم تقيني ذي الحج ونحتفال الشعائر الدين قيد الغاية تنحسب ذي الوسيلة تنحسب ولكن الغاية نسل الفعيل الخير ماذا قلت فسل الغاية نيون قدر الفعيل الخير وذكر سيدي البثل أن قدر الفعيل الخير ذا الوسيلة أن نفروحها من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له ممكن أنها رضى الله ذيك بالفحشاء والمنكر وتزور ضارة كان يث مثلا إذن أغديه ذو ربي إن شاء الله مثلا الدين المعاملة إلق دائما دين في الجنث قوه لأن غالثي حو إن كسيد حلي أضيك كسيد حلي الدية غير أغذي الوالدين غير أغذي الجيران غير أغذي العباد السني غير أغذي العباد السنين ولكن إياك وإياك أذو الصغ المؤمنين دين سيمني قد دي سلين أذو الصغيماني الشعائر الدين ماشي تسيقي سرانا على الدرس دي ربي الفعال الخير سرانا على الدرس دي ربي أنش ذيني إنت معامل ذقوه لأن غي سرانا على الدين سيد ربي ذيني سرانا قفر الشعائر الدين منع ذل نسمي عاوان نسمي نهنا غي من نغ نهنا الغير نغ نسمي خضام الخير ذي مش تحثر مثلا قرات دي الوالد النغ ذي الجيران نغ ذي العيبة ذي قارفين العيبة ذي قفاذين نسني ثم نوث نسينا نخذ من المعاملة العية يسني سرغي قبل سيد ربي الصلاة يسرغي قبل الزكاة يسرغي قبل الصيام يسرغي قبل الحج ولكن ماذا قلنا نروح ذي الغاية وليخذ مال الوسيلة أرجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان أرجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله استغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.